توصلك تسريبات، توصلنا تسريبات في داخل الإطار نفسه. هنالك انقسامات، هنالك من بدأ الآن قبل أن تشكل الحكومة أن يمارس الضغط، أو أريد أن ينقلب على السوداني. ليش؟ هذا طريقتهم أستاذ نجم، يجيبون الشخص يحطوه أهلا وسهلا طوب 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 طوب، آخر يومين ماكو من التكليف يحصروه يأخذون مالاتهم. ويقول لك يا الآن أكو صراع، بدر تريد الداخلية، مو صحيح؟ هكذا، لأن الداخلية تعرف إيش تريدها بدر، لأن هي أسست الداخلية، لأن هي عدد 36. بدر سوف لن تشترك، وخذها مني، بدر سوف لن تشترك بالحكومة. خلينا أكمل يا سيدي، أنا ما قلت راح يشتركوا، أقول ضغطه ويردوها. ليش؟ تعرف ليش؟ أي. لأن الغانمي، خلينا أسولف لك إياهم كلهم، الغانمي ما محسوب على الأحزاب، محسوب على المرجعية، وبالتحديد على محمد رضا السيستاني. فلما جاء الغانمي عطل بعض المصالح لبدر في كذا. بدر، شوف أستاذ نجم، بدر فقط في الاستخبارات مال الداخلية عدد 36 ألف عنصر. تعرف كيف؟ ها؟ وهؤلاء مرتبطين بشكل مباشر بالاطلاعات والحرس الثوري. فالداخلية بالنسبة لبدر هي ليست داخلية العراق، هي داخلية الرهبة، داخلية إيران. واضح كيف؟ فتضغط تريد الداخلية، ما ينطوها يقول له ما أشترك. زين، إذا هو ما اشترك، عمار الحكيم يريد النفط، إذا ما انطوه ما يشترك، مدة تسمع هذا الحكي؟ ها؟ نعم. حيدر العبادي يريد لفد منصبين ثلاثة، إذا ما انطوها ما يشترك، ايش بقى بالإطار؟ بقى بقى العصائب والمالكي. هذول ثلاثهم قريبين من الصدر، هذول التجهات. واضحة هاي الفكرة؟ أي. يعني رجعنا للانقسام الطولي وتدمر البيت الشيعي، والحكومة جزمة تمر. واضح كيف؟ ها؟ أي. أو إذا مرت يسقطوها. زين، لأنه الأكراد بجماعة السيد البرزاني غير مرتاحين للاتفاقات اللي صارت، لأن من هسه قلبوا عليهم، هم متفقين على سنة ونص انتخابات ما ذكروا.